يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين محل اتفاق بين العلماء؟ وهل تذكر مرتب؟ يقول هل أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين محل اتفاق بين العلماء؟ وهل ما جاء في الحديث وصفها بالحسنى؟ الحديث جاء إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، ولا جاء في الحديث وصفها بالحسنى فيما أعلم يعني. نعم. يقول وهل تذكر عند ذكرها مرتبة؟ وما حكم نظمها ليسهل حفظها؟ منظومة يا أخي، منظومة ومشروحة. نعم منظومة. الأسماء الحسنى نظمت في مناظيم كثيرة وشرحت. نعم.